يعني رح ننتقل لإنجاز علمي زينب، ونقول عنه مبدع وسوري بامتياز، معرض الباسل للإبداع والاختراع المنعقد بدمشق في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية من 24 ل 28 تشرين الأول لعام 2021. للحديث بشكل موسع عن المعرض اليوم ضمن صباحنا معنا الدكتور شادي الخطيب، رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي وعضو لجنة تحضيرية ومشارك أيضا في المعرض. وبصير نرحب أيضا بالدكتور إبراهيم تركماني، عضو هيئة تدريسية بجامعة البعث وحاصل على عدة براءات اختراع في مجال الصحة الفموية. صباح الخير دكتور يسعد شادي. صباحكم. صباح الخير دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير سوريا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يعني رح أبدأ معك دكتور شادي. دائما معرض الباسل بيكون على هامش معرض دمشق الدولي، لكن خبرنا عن هالدورة مثلا، شو تضمنت، شو أهم الاختراعات اللي كانت موجودة فيه؟ تماما، أول شيء الله يعطيكم العافية، دائما مواكبين لكل النشاطات الحقيقة الخاصة بالمخترعين، وهذا الفعالية الحقيقة هي من الفعاليات المهمة على مستوى العالم مو بس بسوريا. معرض الباسل من المعارض اللي فرص بتشكل فرصة لكثير من المبدعين والمخترعين أصحاب الرؤى الجديدة في إنه يعرضوا ما تم التوصل له، لحتى يقدروا المستثمرين والجهات اللي ممكن تكون ممولة انه تشوف هاي الاختراعات وتساهم بتحويلها من افكار الى تطبيقات ممكن الاستفاده منها. الحقيقه هذا هو اللي موجود بكل دول العالم الحقيقه، صحيح. ومعرض الباسل هو الفرصه الجميله بهذا الاتجاه. السنه راح باتجاه انه يكون مستقل عن معرض دمشق الدولي نظرا لعدم انعقاد معرض دمشق الدولي وتاجيله، فكان في ضروره نظرا لعدد المشاركين الكبير وفي مشاركات خارجيه، والحقيقه في جهود واضحه. طبعا كل تجربة بتحتاج إلى صقل وتحتاج إلى وقت، يمكن هي أول مرة بتصير تجربة إنه بتكون ضمن الجامعة، بس ممكن مع يعني الدورات اللاحقة يصير في شيء لحتى يكون في تواصل من المستثمرين، وجود للفعاليات التجارية واللي هي حقيقة هي اللي بتشكل الفرق، لأنه اليوم أي اختراع إذا ما حولتيه إلى منتج ما استفدتي منه. صحيح، نعم. يعني يمكن دكتور شادي حكيت هيك بشكل هيك مختصر، رح ننتقل للدكتور إبراهيم ونحكي عن يمكن ما يميز هيدي الدورة عن باقي الدورات ضمن هيدي الكلية، نحكي أكثر عن أهمية هيدي المعارض بهذا التوقيت. موضوع المعارض موضوع مهم مثل ما ذكر الدكتور الشادي وتفضل، بينبع من التآلف يلي موجود بالأفكار وتبادل الأفكار بين المشاركين والرؤية بين بعضهم البعض. هي نقطة كتير مهمة وبتبين بأي درجة الواحد تفكيره من ناحية الإبداعية، لأنه في مستوى على مستوى القطر عم يصير تواجد، وهذا شيء مهم جدا. هلأ الموضوع أنه صار ضمن حرم جامعة دمشق فهو إعطاء يعني قيمة مضافة للمعرض، وبالتالي باسم جامعة دمشق الكبير، وبالتالي يعني الصرح العلمي وبيحتضن حالة صحيح. الإبداع والاختراع، فهي يعني فكرة جميلة جدا وموفقة. لكن بالواقع لو بدنا نطلع على الأمور بشكل جدي، نحن بحاجة للتفاعل مع من سيولد هذه الأفكار على أرض الواقع، لأن الأفكار هي جنين الواقع، وبالتالي يعني نحن بحاجة لهذا المولود أن يحضر إلى الدنيا، وبالتالي هذه الأفكار الإبداعية يجب أن تكون منتجات موجودة في الأسواق أو أفكار بتجهيزات يمكن أن تدعم الصناعة والزراعة والصحة بالجمهورية العربية السورية. إذن وجود المعرض في جامعة دمشق وجود مهم له تأثيره العلمي، لأنه راح يكون في تفاعل بين الطلبة وبين الأساتذة والمبدعين أو المخترعين. هلأ ميزته كتير حلوة أنه ما مقتصر على الجانب الأكاديمي لطلاب الجامعة أو أساتذة الجامعة. أنا لاحظت في يعني شيء مشوق وجميل جدا، يعني و
سوريا عالميا كرؤية أنه جمعة طلائع البعث، جمعة اتحاد الشبيبي، جمعة قطاعات عمالية وصناعية، فكان متنوع المعرض، تنوع جميل جدا، وفي أفكار من يعني طلاب المرحلة الجامعية الأولى كانوا بأفكار إبداعية جميلة متطورة، في رؤية إبداعية خلاقة. نحن يعني ننظر للمعارض القادمة، معارض الباس للاختراع والإبداع، بمنظور أنه نحن رح نتطور جدا جدا جدا، وشيء طبيعي نحن دائما نحصل على جوائز عالمية انطلاقا من معرض الباسل. نعم، يعني دكتور شادي، وجود المعرض بحرم جامعة دمشق خلينا نقول أنه هو فرصة أيضا للطلاب للاطلاع على آخر الإنجازات العلمية، وخاصة الطلاب اللي عم يدرسوا صيدلة أو طب ممكن كتير يستفيدوا. خبرنا اليوم عن آخر منتجات الطبيعة أو العلاجات العشبية بالصحة الفموية. الحقيقة نحن مشاركين أنا والدكتور إبراهيم ومجموعة من الزملاء الباحثين ب طبعا ما نسميه نحن منتج، وهذا المنتج ضمن طلب براءة اختراع لا استخدام الوردة الشامية، وهي الأول مرة تستخدم في منتجات العناية بالصحة الفموية بالتآزر مع خلاصة قشور الفستق الحلبي وصمغ الشجرة. الهدف منه الحقيقة يعني جمع هالنباتين السوريين الأصل للوصول إلى مستحضر رح يحكي لنا عنه الدكتور إبراهيم، كونه هو يعني طبيب الأسنان اللي ساعدنا ميدانيا أنه نحن فعلا سريريا نوصل لنتائج مهمة من خلال هذا المنتج الطبيعي. اللي بدي أوضحه أنه الوردة الشامية الحقيقة كمنتج سوري غني جدا بالمواد الفينولية، غني أيضا بالمواد الهلامية، يساعدنا كمرقق للنزف، بيخفف من مشاكل تراجع اللسة، بيساعد الأشخاص اللي عندهم رائحة فم غير مستحبة، وطبعا هذا المنتج سوري بامتياز. يعني وجود الحقيقة الفستق الحلبي عم بيساعدنا بأنه محلات النزوف اللي بيكون فيها مشكلات القلاع مثلا عم بيساعد بطريقة مهمة جدا. تماما، فهون نحن عم ناخذ البدائل بفيتامين سي حتى اللي موجود ضمن الوردة الشامية، والطعم محبب جدا، والأهم من هيك انه هي قابلة للبلع. يعني نحن عم نحكي عن مضمضة فموية يمكن بلعها، ما في داعي لانه نحن تماما ونتائج مهمة جدا، وهذا النتائج كانت سريريا اثبتت مفعول مهم بالتطبيق السريري. نعم، يمكن خلينا ايضا نحكي عن بعض المستحضرات الموجوده معنا اليوم دكتور إبراهيم ودكتور شادي، ما بعرف هذا نحن خليني نكمل الفكره. تفضل كمل الفكره ويا ريت نشرح بعدين شو هدول. هلا نحن بالشكل الصيدلاني عملنا نموذجين، نعم، بالتصنيع. واحد رحنا باتجاه انه يكون معجون اسنان، نعم، والثاني انه يكون باتجاه مضامض فمويه. ايوه، وهدول الشكلين الصيدلانيين شكلين مهمين حقيقه. نعم طبعا اللي نحن بنشوفه هلا مع الانسي هو موضوع مصنع لكن ليس للتسويق. تمام، يعني زينا هو الورد الشامية مع الفستق الحلبي بشكل مضمضه. تمام، فاذا الموضوع بالنسبه لنا موضوع للبخ بالتب هيك. بالضبط. هلا مثل ما تفضل دكتور شادي، هذا الموضوع نباتي 100%، ما في له اي اثار جانبيه، منتج سوري بكل معنى الكلمه، من المزارع للمصنع لطبيب الاسنان، فهو يعني الانتاج اللي راح يكون سوري بامتياز، يلي بيعطينا بعد بالعمل بشكل جيد. له فكرتين، فكرة وقائية تمام بتعطينا يعني رائحة الفم الزكية، نعم، للناس كلها، وبالتالي ممكن استخدامه، فهو آمن لأنه ما في مواد كيميائية أكيد فيها مشكلة بالتفاعلات أو بالخلل للبيئة الفموية. النقطة الثانية اللي هي ممكن تكون مثل ما تفضل الدكتور، في إذا في كان قرحات قلاعية، وهي بتنتشر عنا بمجتمعنا من الأطفال للنساء الكبار، نعم، وبيعانوا منها. فنحن وقت منقول على موضوع أنه في قرحات قلاعية ومنخفف منها وبتصير دورة نشاط، نعم، هالقرحة
صغير، فهذا شيء كتير مهم وما بتتسع. أكيد. فإذا الاستخدام رح يكون في إله جانب المعالجة والعلاج للقرحات القلاعية للنزوف. يعني نحن في عنا كتير مرضى بأعمار كبيرة وبيستخدموا الأجهزة المتحركة طرمبة الأسنان، وبتلاقي بيجرح الفم أو الغشاء المخاطي، بصير في عنده جروح نتيجة استخدام الأجهزة المتحركة. هذا الكلام بيخلي في تخفيف للموضوع وبيحسن التئام الجروح اللي موجودة بالفم. فإذا الموضوع بالنسبة لنا كتير مهم. في نقطة تانية أنه نحن نستخدم خيطان الأسنان، البعض بيرد اللثة، بيستخدم فراشة قاسية كتير وبرد اللثة، بيعمل سحجات بالفم، كمان هذا الموضوع بيعالج لنا إياه بشكل جيد. والنقطة المهمة أنه يمكن استخدامه للأطفال. نعم، مثل هذا المستحضر يمكن. تمام. أيوة بالضبط. فنحن وقت المنروح على موضوع أنه هذه المضامد آمنة حتى للأطفال، للمرأة الحامل، فنحن عم نروح لشريحة أنه ما نحرم حدا من المعالجة على الأطلاق. نعم. هذا الكلام لأنه يحتوي الورد الشامي كنبات طبيعي ويحتوي الفستق الحلبي كنبات طبيعي. نعم. لا يوجد على الأطلاق أي مادة كيميائية بمحتوى سواء نعم. المضامد الفموية. حلو. أو معجون الأسنان. حلو. دكتور شادي أيضا حكي لنا عن المحتوى، عن أيضا بعض دور المستحضرات الموجودة هون، وكيف فينا الواحد يشتري لهذا الشيء الآمن، يمكن أنه هو مانو تجاري، ولكن كيف فينا نقتني، كيف الواحد يقدر يعمله بالبيت في مكان معين أنتوا محددين؟ نحن الحقيقة يعني قدمنا الطلب للمشاركة بمعرض الباسل بهذا المنتج مع مجموعة من الباحثين. عملنا دراسة سريرية على مجموعة من المرضى، طبعا بعد اختباره بالمختبر للتأكد من تأثيراته المضادة للأكسدة. حاليا نحن في الطور اللي قلت لك عليه، انه نحن ننتقل الى موضوع التصنيع اللي هو تحويله الى منتج ممكن تسويقه. طبعا نحن اليوم فريق عمل كبير اللي عم نشتغل بهذا الموضوع. هذا المهم انه نحن اليوم العمل ضمن روح الفريق كثير مهم. في معنا اطباء اسنان، صيادله، مهندسين زراعيين. طبعا زملائنا هدول هن اللي حقيقه مع بعضنا البعض قدرنا نوصل لهي التوليفه بمنتج رح يكون متوفر بالاسواق. ومثل ما قلنا معرض الباسل فرصه انه انت تعرضي هذا المنتج وتنتقلي بعدها لاستثماره بشكل تجاري. لذلك نحن بدنا نشكر كل زملائنا اللي حقيقه معنا يعني بفريق العمل، وان شاء الله نحن فعلا من خلال هذا المعرض نقدر ننتقل لانه يصير منتج عالمي ونقدر يكون موجود، وخاصه انه الورده الشاميه مسجله باليونسكو باسم سوريا ضمن التراث اللامادي للشعوب عن طريق الامانه السوريه للتنميه. يعني شكرا كثير لوجودكم، بنتمنى لكم التوفيق اكيد، واكيد يعني مو غريب عليكم الانجازات السوريه بمجال الاعشاب والطب. شكرا لكم. شكرا. بدنا نشكر وجودكم معنا، بدنا نشكرك دكتور ابراهيم، وايضا نشكرك دكتور شادي. ان شاء الله يا رب هيك انتم بالتعاون مع بعض كفريق متكامل يمكن بهذا الاختصاص نقدر نحن نطلع احسن ما عنا، ونحن يمكن نتميز بالابداع، ودائما بكون عنا شيء جديد. شكرا لوجودكم.